اليوم لما يطرح اليوم فيلم او عمل سينمائي بتشوف انت دائما بالفنط العريض او على الاخبار انه الفيلم يحقق هذا النوع من الايرادات وهذا النوع من الايرادات، انت كفنان يعني يستهويك او تميل لهذا النوع من الاخبار التي ترافق افتتاح الفيلم او لا؟ نجاح الفيلم لو فيه ايرادات هذا شيء مميز وحلو، يعني مهم جدا ان المنتج ينجح وان العمل يعمل ايرادات، لكن مش هو المقياس الوحيد. يعني نجاح العمل فما نجاح فني، فما نجاح جماهيري، فما نجاح الاثنين فني وجماهيري، فما يعني اعمال مختلفه، لكن بالنسبه لي اهم شيء لازم يكون عمل متكامل. بعدين النجاح الجماهيري هذا مش صعب، مش في ايدك، يعني اختيار الجمهور، لكن بالنسبه لي ككاتب ومخرج اهم شيء انه نقوم بالواجب ونعطي عمل فيه يعني توازن وفيه رؤيه معينه، وبعد ان شاء الله القبول يكون موجود اكيد. يعني ما بتحب هيدا الموضه والبروباغندا فقط على الايرادات اكثر من العمل؟ يعني نحب نعرف ايضا الفيلم، نجاح الفيلم، علاقه الفيلم، قصه الفيلم، تمثيل الممثلين، اداء، الرؤيه الاخراجيه، الكتابه، لازم الكل يكون متكامل يعني اكيد. لما مثلا يطرح عليك عمل بلهجات مختلفه، لنقول لهجه سوريا، بما انك كنت في سوريا ورحت على مناطق كثيره في سوريا، فتجدها صعبه؟ عنك انت اليوم عملت تجربه لبنانيه، صعبه اي لهجه بصراحه صعبه، لازمك تركز مع اللهجه وتشتغل يعني على اللهجه. اكيد لو عملت اللهجه اللبنانيه سيكون عندك مفاتيح اكثر انك تعمل لهجه سوريه.